سامبل تمام، خد سامبل عددهم 300، والسامبل دول لما اخذهم لقى ان في 122 شخص بيشتغل في شركه ثانيه، و85 شخص هو سيلف امبلوي بيشتغل سيلف امبلوي، و76% هو فريلانسر، 76 شخص ده كده اعداد تمام. طيب هو عايز يعمل ايه؟ 17 شخص بيمتلك شركه تمام، هو عايز يشوف هل الارقام اللي وجدها دي الاعداد دي هي بتتبع نفس الديستريبيوشنز بتاع بي 1 وبي 2 وبي 3 وبي 4 اللي موجودين فوق ولا لا، عشان يعرف هل السامبل اللي اخذها دي اللي طلع منها شويه الاعداد اللي وجدهم دول بيتبعوا نفس الديستريبيوشنز اللي موجود فوق بتاع بي 1 وبي 2 وبي 3 وبي 4 ولا لا. فقال لك عشان نعمل الكلام ده هنعمل كليم. الكليم بتاعنا هيكون ايه؟ كليم ان انا الديستريبيوشن بتاعي النال هايبوثيس بتاعتي فيها بي 1 اللي هو اللي هي البرسنتج اللي هو مديها لك، النال هايبوثيس ان الديستريبيوشن بتاعي بيتبع الديستريبيوشن ده، ان بي 1 38%، بي 2 32%، بي 3 23%، بي 4 7%. ده الكليم اللي عايز يثبته كان صح ولا غلط. طيب ايه الالترناتيف بتاعي؟ احنا عارفين ان اي نال هايبوثيس او اي هايبوثيس بيبقى لها حاجتين، بيبقى لها نال هايبوثيس بيبقى لها الترناتيف. الالترناتيف بتاعي هو ايه؟ ان لو اي واحده من دول ما حققتش او ما حصلتش او مشكله في الديستريبيوشن بتاعها في الحاله دي، يبقى انت كده بتقول ان هي ان ده الالترناتيف او ان ده مختلف عن نال هايبوثيس. طيب عشان ابدا اعمل حل بروبلم زي دي، قال لك اول حاجه ان انا بجيب الكريتيكال فاليو. بجيبها ازاي؟ بمعلوميه الالفا، بقدر اجيب 1 ماينس الفا، وبمعلوميه الكي اللي هو عدد اللي هي الديجري اوف فريدم بتاعي، بقدر احسب ايه الكريتيكال فاليو. فقال لك بحسبها عن طريق كي ماينس 1. طب الكي عندي بكام؟ باربعه. اربعه اللي هو ناس رجعت تشتغل في شركه ثانيه وسيلف امبلويد وبيقولوا كومباني وكونسلتنج في حته ثانيه، فاربعه ماينس واحد اللي هم هيبقى ثلاثه، وواحد ماينس الفا هو مديها لك اللي هي نسبه الخطا بتاعي اللي هي 10%، 1 ماينس ال 10% بوينت 10% يعني ايه 90%. طب معلوميه الاكس سكوير عند 3 90%، اروح اجيبها من الجدول طلعت كام؟ 6251 من 1000 تمام. ده كده مين دي؟ كده تعتبر مكان الكريتيكال فاليو. طيب دي كده اول خطوه عندي. تاني خطوه ان انا بجيب الاكس سكوير كالكوليتد. بجيبها ازاي؟ عشان اجيب الكالكوليتد انا معايا اوبزرفيشنز. ايه الاوبزرفيشنز؟ اللي هي الارقام اللي انت طلعتيها. مش انت خدت 300 سامبل؟ 300 سامبل ده طلع مش عارفه 122 شخص بيشتغلوا في شركه ثانيه، مش عارفه 76 شخص ثاني مش عارفه سيلف امبلويد، مش عارفه 17 شخص، اللي هي الارقام اللي هو مديها لك. ده الاوبزرفيشن بتاعك. انت عايز تشوف الاوبزرفيشن ده بيتبع نفس الديستريبيوشن ده ولا لا، فده كده انت معاك الاوبزرفيشن. فقال لك علشان تحسب الاكس سكوير كالكوليتد محتاج انك تحسب الاكسبكتيشن فاليوز. عشان نحسب الاكسبكتيشن فاليوز بنحسبها ازاي؟ عن طريق ان بي اي. ان بي اي الان هي عدد السامبلز اللي انت اخذتها دي 300. البي اي حسب بقى البروبابيلتي بتاع كل ديستريبيوشن. في ناس اهو، في ناس وركينج فروم كومباني تمام، يبقى انا وركينج فروم كومباني احسب ال 300 في البي اي بتاعته. البي اي كانت كام؟ 7%، فراح عمل 300 في 7% طلعت فاليو تمام. السيلف امبلويد مش عارفه 300 في 23% طلعت رقم معين. الفريلانس او كونسلتنت 300 في 32% هيطلع رقم. يبقى دي كده الاكسبكتيشن. يبقى انا كده بعرف اجيب الايه؟ الاكسبكتيشن بتاعي 300 مثلا 300 في 38% اللي هم بيقوموا الكومباني بتاعتي. طيب انا معايا كده الارقام اللي فوق دي هي الاوبزرفيشن والاكسبكتيشن، انا حسبتها عن طريق الايه؟ الايكويشن دي اللي هي ان بي اي. طيب خلاص، يبقى انا ساعتها بقى اروح بسهوله احسب الايه؟ الاكس سكوير كالكوليتد. بحسبها ازاي؟ عن طريق ان انا ببدا اطرح كل اوبزرفيشنز ماينس الاكسبكتيشن الكل سكوير على الاي اي واجمع الكلام ده. بعمل كده لكل ايه؟ لكل اوبزرفيشنز ماينس الاكسبكتيشنز على الاي اي واجمع.
اهو 122 ماينس 114، 122 ده هو مديها لك، ماينس 114 اللي هي الاكسبكتيشن اللي انت حسبته على 114 زائد مش عارفه 85 ماينس 76 96 كل سكوير على 96، 76 ماينس 69 كل سكوير على 6 وهكذا. يبقى انت بتفرح وتجمع ويطلع لك في الاخر الفاليو اللي هي دي اللي هي الاكس سكوير كالكوليتد. طيب يبقى دي كده ايه؟ يبقى كده دي الخطوه اللي يبقى تاني خطوه احنا حسبنا الاكسبكتيشن، تمام؟ دي الخطوه الثانيه. ثالث خطوه بدانا نحسب، عملنا كالكوليشنز للاكس سكوير. رابع خطوه بتاعتنا ان احنا هنعمل ديسيشن. بقى الديسيشن بنعمله ازاي؟ بشوف هل اللي انا حسبتها اللي هي 3.29 اشوف اللي انا حسبتها بالنسبه للكريتيكال فاليو اللي انا جبتها اللي انا طلعتها من التيم. لو كانت قيمه اللي انا حسبتها اعلى من قيمه الكريتيكال فاليو في الحاله دي الاكس سكوير دي بتقع في الريجكشن ريجون، لو كانت اصغر يبقى انا خلاص بعملها اكسل. وطبعا 3.29 ده الكالكوليتد اصغر من الكريتيكال فاليو. الكريتيكال فاليو كانت 6.251 وربع، اهي 6.251 ودي اللي انا حسبتها اللي هي 3.29، ففعلا دي اصغر من دي. طب الحاله دي هكسب الايه؟ ان الله هيبص. لان انت لو جينا شفنا الكريتيكال فاليو هي اللي انت جبتها من التيبل ده مكانها اللي هي 6.251 واللي انت حسبتها بتقع هنا، فاللي انت حسبتها بتقع تعتبر فين؟ في الاكسبتنس ريجن. اما الكريتيكال فاليو دي بدايه الايه؟ الريجكشن ريجن، تمام؟ فنبقى فاهمين يعني ايه دي، يعني ايه اللي انا حسبتها اصغر من اللي انا جبتها الكريتيكال فاليو، يعني معنى كده اللي انت حسبتها دي بتقع فين؟ في الاكسبتنس ريجن بتاعي. طب لو كانت اكبر منها، يعني لو هي هنا هتبقى فين؟ اتوقع في الريجكشن ريجن بتاعي. طيب دي المسألة الأولى، لو في حاجة مش مفهومة بعدها على طول. نيجي للمثال التاني، بيقول لك هو برضو حاجة شبه اللي احنا لسه قايلين عليها من شوية. بيقول لك إن في researchers read firm related deeds for people من 1 من 18، يعني واحد قرا بحث متعلق بالناس اللي بتتوفى في سن من 1 ل 18، ودول لقوهم ديستريبيوتد از فولو، ان 64% منهم نتيجه اكسيدنت، 16% من الهوموسايدس، و10% سيستايز، تمام؟ فلقى الديستريبيوشنز كده 74% ناس نتيجه توفت نتيجه حادثه، 16% نتيجة الهوموسايدس، و10% نتيجة الايه؟ السايسايدس. فبيقول لك هنا لما اخذوا سامبل ل 100 شخص لقوا ايه؟ لقوا ان الديستربيوشن بتاعه لقوا 68 واحد، هنا خدوا بالكم هنا بنتكلم في نسب برسنتج، امال ده ايه؟ دي اعداد، تمام؟ فبيقول لك هنا لما اخذوا 100 سامبلز 100 شخص لقوا ايه؟ لقوا ان 68% 68 شخص مات فعلا نتيجة أكسل، و27 نتيجة الهوموسايدس، و5 نتيجة الإيه؟ السايسايدس during the past year، تمام؟ قال لك بنسبة 10% الألفا بتساوي 10% test the claim إن البرسنتج اللي إحنا بنقول عليها دي هي هتديني نفس الأرقام دي اللي هي 68 27 والخمسة، تمام؟ فقال لك ان انا عشان اعمل كده هفترض الفرد الاولاني هطلع النال هايبوثيسس اللي هي اتش 0 اللي هو بالديستريبيوشنز او البروبابيلتيز بتاعتي ان بي 1 38 بي 2 32 بي 3 23 اللي هو مديه لك، تمام؟ الاتش 1 هي ايه؟ ان يكون في اي واحده منهم غلط، تمام؟ طيب قال لك بمعلوميه بقى الالفا والديجري اوف فريدمز اللي هي كي ماينس 1 واجيب 1 ماينس 1 اروح اجيب من التيبلز الكريتيكال فاليو بتاعتي كام؟ هتطلع كام الكريتيكال فاليو لو جبتها من التيبل؟ 4.6. طيب الحاجه الثانيه بقى انا عايزه اعمل ايه؟
احسب الاكس سكوير كالكوليتد. قال لك عشان تحسب الاكس سكوير كالكوليتد محتاج اجيب مين؟ محتاج اجيب الاكسبكتيشن فريكوينسي. الاكسبكتيشن عشان اجيب الاكسبكتيشن، طيب هروح اشوف اعمل ايه ان بي اي اللي احنا قلنا عليها اهو. ان بي اي امال ايه دي؟ الاوبزرفيشنز دي الارقام اللي هو لما خد السامبلز طلعت الارقام دي، ان هي 68 واحد اكسيدنت ديسز، 27 واحد هوموسايدس، 5 سايسايدس. تمام، دي عددهم، دي الاعداد. طب انا عايز اشوف اجيب الاكسبكتيشن بقى. الاكسبكتيشن بتاعهم كام؟ ان هي 100 تمام، اضرب 100 في بي اي. البي اي هي كام؟ فاول اول جزء عندي في البوبيليشن بتاعي بيتبع كام؟ 64، المفروض 74%، وده 16%، وده 10%. طيب فانا كاني هعمل ايه عشان اجيب الاكسبكتيشن؟ هقول ان بي اي، الان عددهم 100، البي اي هنا البروبابيلتي بتاعتي كام للجزء الخاص دي اللي هو النسبه بتاعت الديسز الاكسيدنت ديسز 74%، فال 100 في 74% هيطلع لي 74. طب هنا دي 16%، اقول 100 في 16% يطلع 16، 100 في 10 يطلع 10. تمام كده؟ دي الاعداد بتاع مين؟ بتاع الاكسبكتيشنز. امال دي الاعداد بتاع مين؟ بتاع الاوبزرفيشنز. انا جبت الايه؟ الاعداد. يبقى انا معايا الاوبزرفيشنز، اعداد الاوبزرفيشنز، ورحت حسبت الاعداد المفروض بتاع الاكسبكتيشنز اكوردنج لمين؟ للبروبابيلتيز اللي هو مديها لك في المساله. طيب بعد ما جبت الاي اي، يبقى دي كده كانت ثاني خطوه. تالت خطوه هو ان انا احسب الاكس سكوير كالكوليتر. احسبها ازاي؟ عن طريق ان انا بقول او اي ماينس الاي اي كل سكوير على الاي اي. اهو هنا مثلا 68 ماينس 74 كل سكوير على 74، هنا 27 ماينس 16 كل سكوير على 16، 5 ماينس 10 كل سكوير على 10، واجمع في الاخر هيطلع لي رقم، الرقم اللي انا كام؟ 10.54%. طب ابدا اشوف ده كده مين؟ ده كده الكالكوليتد. عايز اعمل ديسيشن، ايه الديسيشن؟ هل الديسيشن بتاعي هل هقبل النون هايبوثيسز ولا لا؟ النون هايبوثيسز اللي هو ايه؟ اللي هو بيقول لك ان الديستريبيوشن بتاعك 4 بي 1 74%، بي 2 16%، بي 3 10%. هشوف لو كانت القيمه بتاعت الكالكوليتد اعلى من الكريتيكال يبقى انا ساعتها ايه؟ هرفضه، لو كانت اقل هاكسبته. فطبعا دي كانت 10.54 تمام؟ دي كالكوليتد. طب امال الكريتيكال اللي احنا جبناها كانت كام؟ 6.4 فطبعا اللي احنا حسبناها الكالكوليتد اكبر بكتير من الايه؟ من الكريتيكال. ففي الحاله دي انا هعمل ايه؟ هريجكت النون هايبوثيسيس. فانا ساعتها هعمل له ريجكشنز، وفي الحاله دي هاكسبت مين؟ الالترناتيف بتاعي. فهو هو بيقول لك اهو اللي انت حسبتها الكريتيكال كان ده مكانها، ده وضعها، ده البوينت بتاعتها اللي هي 4.6. اللي انت بقى حسبتها الكالكوليتر طلعت كام؟ 10.54. يعني وقع فين؟ وقع في الريجكشن ريجن. ففي الحاله دي انا ايه؟ هريجكت الاتش 0 بتاعتها. فهو بيقول لك ان انت كده، ده كده في انف، ان انا في انف ايفيدنس ان انت اللي انت حسبتها وقعت الريجكشن ريجنز، ان انا ريجكت الكليم ان الديستريبيوشن بتاعي 74% للاكسيدنت، 16 للهوموسايزر، 10 للسايزر. مثال رقم 3 نفس الفكره برضو، ان انا لو انا عندي هيومن بلاد جروب 4 تايب، عندي عينات الدم الاشخاص متقسمة لأربع أنواع A وB وAB وO. بيقول لك النسبة بتاعة المصريين لكل نوع، كان قال لك إن الـ O 43%، الـ A 40%، الـ B 12%، الـ AB 5%. تمام؟ طيب وبعد كده أخدوا برضو عينة من الناس، بيقول لك أخدوا ريسنت بلاد درايف ات لارج يونيفرستي، فالمتبرعين تم تصنيفهم. دول كده إيه؟ يعني جابوا مجموعة من الأشخاص وبدأوا يحسبوا الايه؟ العينة الدم بتاع كل واحد منهم. طلع 65 في واحد عينة دمه A، فصيلة دمه A، 15 واحد فصيلة دمه B، 10 AB، و60 O. تمام؟ هو عايز يشوف بقى البوبيليشن، البروبابيلتيز اللي هو طلعها، الديستريبيوشن اللي قايل عليه ده،
هو نفس الارقام اللي السامبلز اللي خدها الاوبزرفيشنز اللي لقاها دي، هي تتبع نفس الايه، نفس الديستريبيوشن ده ولا لا؟ فاهو بقولك بنسبه يعني نسبه خطا 5% اللي هي قيمه الالفا، 5% ليفل اوف سيجنيفيكانس. هل في سفيشنت ايفيدنس، في دليل ان انت تكونكلود ان البروبريشنز دي النسب بتختلف من الاستيدد اباف؟ فهنبدا في الحل بتاعنا، هنحدد النال هايبوثيسز. النال هايبوثيسز بتاعتي هو ايه؟ ان البي 1 اللي هي النسب اللي هو مديها لك، البي 1 40%، بي 2 12%، بي 3 5%، بي 4 43%. ده الكليم بتاعي، ده النال هايبوثيسز. الالترناتيف ان لو على الاقل واحده من دول كانت مختلفه، يبقى انا ساعتها مختلف عن الايه؟ عن الاتش 0، فده هيبقى النال هايبوثيسز. هنبدا بقى ان احنا نجيب اول حاجه الكريتيكال فاليو. اجيبها ازاي؟ انا معايا قيمه الالفا ومعايا ديجري اوف فريدم. بقول لك بمعلوميه ان الكي ماينس 1 والواحد ماينس الفا في اكس سكوير هتبقى ايه؟ كي ماينس 1 انا عندي الكي ب 4، تمام؟ لان انا عندي اربع اوبزرفيشنز موجوده عندي، يبقى 4 ماينس 1 ب 3، دي 1 ماينس الفا اللي هي 95%، تمام؟ هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 7.81%. ده كده مين؟ ده الكريتيكال فاليو. الكريتيكال فاليو. الخطوه الثانيه ان انا اجيب الكالكوليتد اكس سكوير. عشان اجيب زي ما احنا عرفنا خلاص ان انا عشان احسب الكالكوليتد اكس سكوير وانا معايا الاوبزرفيشنز، اروح احسب اول حاجه ايه؟ الاكسبكتيشن فريكونسي. نحسب الاكسبكتيشن فريكونسي ازاي؟ عن طريق ان بي اي، تمام؟ فبالظبط ده اللي اهو عملناه. قال لك ده الاوبزرفيشن، دي الارقام اللي هم لقوها اللي هي بتاعت العينه اللي اخذوها، والعينه عددها كان 150 واحد. طب الاكسبكتيشن اعمل بقى ال 150 في كل في النسبه بقى بتاع كل واحده منهم. فانا مثلا المفروض ان بي 1 40% ودي 12% ودي المفروض ده اللي قايلينه، يعني ده 5% ودي هنا 43%. فالمفروض ان انا هضرب ايه؟ ان بي اي، ان كام؟ 150. البي اي بتاعتها كام؟ 40%. ف 150 في 40 يطلع كام؟ 60. المفروض العدد هنا 60، هنا 150 في 12 يطلع 18. طب هنا 150 في 85 يطلع 7.5، هنا 150 في 43% يطلع كام؟ 64.5. ده كده الاكسبكتيشن. امال اللي لقوه ايه؟ اللي لقوه الارقام دي. فانت عايز تعرف هل الارقام دي اللي هي 15 في فروقات اهي، في فروقات مثلا هنا في فرق 5، هنا في فرق 3، هنا في فرق 2.5، هنا في فرق 4.5. هو عايز يعرف هل يعني برضو الاوبزرفيشن ده هو بيتبع نفس الديستريبيوشن ولا لا، رغم ان الاختلافات اللي ما بينهم مش كبيره، بس انت ما ينفعش تحدد، لازم تحسبها. طيب فانا كده خلاص حسبت الايه؟ حسبت الاكسبكتيشنز. اكسبكتيشنز فاليو. ثالث خطوه ان انا احسب الايه؟ الاكس سكوير كالكوليتد، عن طريق ان انا بقى الاو اي ماينس الاي اي الكل سكوير على الاي اي، نفس الستبس اللي احنا عارفينها. فانا 65 ماينس 60 الكل سكوير على 60، مش عارفه 15 ماينس 18 الكل سكوير على 18، 10 ماينس 7.5 الكل سكوير على 7.5، 60 ماينس 64.5 الكل سكوير على 64.5، وهكذا. تمام؟ طبعا ايه، اطرح واجمع هيطلع لي الفاليو كام؟ 261 من 1000. طيب القرار ده عشان اشوف اخد القرار ايه؟ ابدا اشوف هل اللي انا حسبته الكالكوليتد لو كان اصغر من الكريتيكال فانا في الحاله دي هاكسب، لو كان اكبر من الكريتيكال ففي الحاله دي هريجكت. فاللي انا حسبته اللي هو كام؟ 261 من 1000 اهي، ماينس اللي انا جبته من التيبل كان 7.115 من 1000، وطبعا اصغر بكتير اهو، 2 اصغر من 7 كذا. ففي الحاله دي قال لك انا مش هريجكت الاتش 0، يعني انا ايه؟ هعمل اكسبت للنال هايبوثيسز. ليه؟ لان انا اللي حسبته كالكوليتد اصغر من ايه؟ من الكريتيكال فاليو اللي انا جبتها، تمام؟ رساله رقم 4 بيقول لك ايه؟ بيقول لك عملوا سيرفي ات وول بارك، شو ذي سيلكشن اوف سناكس فيرسس. طيب قال لك ان انا الجندر، يعني عملوا سيرفي طلع الديستريبيوشن ده، ان في ميل في عدد معين سواء ميل او فيميل،
تمام لانواع مختلفه من السناك، تمام، وكل واحده منهم ليها عدد معين، دي كده كاونتس. طيب وهو بيقول لك هنا مش عارفه الهوت دوج 12 للميل والفيميل 13، مش عارفه البين نوت 21 و18، البوب كورن 19 و25 وهكذا. بيقول لك بنسبه الالفا بتاعتك 10% is the snake chosen independent of the genders of the consumer ولا لا؟ هو عايز يعرف ايه؟ هل في relations؟ تمام؟ هل السناك والجندر السناك تايبس انواع مختلفه من السناك والجندرز، هل التو فاريبل دول السناك والجندرز هل هم اندبندنت ولا نوت اندبندنت؟ يعني هو كده عنده اثنين فاريبلز وكل واحده منهم ليها اتريبيوتس مختلفه، يعني ده الاتريبيوتس بتاع السناك وده الاتريبيوتس بتاع الجندر، عايز يعرف اذا كان التو فاريبلز دول هم اندبندنت ولا نوت اندبندنت. طيب قال لك نرجع بقى نفس الحاجات اللي احنا اخدناها المحاضره اللي قبل اللي فاتت، عشان اعمل كده احدد اول حاجه النال هايبوثيسيس. يبقى اول حاجه هنا اهو السوليوشن بتاعي ان اكس هو الجندر والواي هو السناك فاريبلز، يبقى دول تو فاريبلز بتاعتي، الاكس بيمثل الجندر والواي بيمثل السناك. والهايبوثيسيس انا عايز اعرف اذا كان الاكس والواي او الجندر والسناك هما اندبندنت ولا نوت اندبندنت. فقال لك علشان اعمل كده النال هايبوثيسيس بتاعي ان انا هفترض اول افتراض ان هم بالفعل اندبندنت، تمام، فالاكس اند الواي هم اندبندنت والنال هايبوثيسيس ان هم نوت اندبندنت. عشان نعمل نحسب القصه دي هنعمل الجدول اللي احنا عارفينه. طبعا الكاونتس هي دي مديها لك، تمام، الحاجات دي هو مديها لك اهو، ده هنا الجندر ميل وفيميل، وهنا العدد بتاع كل نوع مختلف او اتريبيوت مختلف من السناك، وطلع منهم بقى هنا حسب، هنا 25 ده بي 1، هنا بي 2 29، بي 3 44، وهنا اليو 1 حسب بقى حسب اكوردنج للرو، يو 1 52 واليو 2 46، والعدد كله هما كان 98. طيب يبقى ده كده، يعني هو بس جاست عمل دي اللي هي الحته بتاعت الصوم هنا وهنا. طيب ده كده يعتبر مين؟ ده كده الاوبزرفيشنز كل دول، ده هنا O11 هنا O12 هنا O13 هنا O هنا برضو هنا O12 وهكذا، يعني هنا دي الاوبزرفيشنز بتاعتي. طيب معايا الاوبزرفيشنز بحسب ايه؟ بحسب الاكسبكتيشن فريكونسي، بحسبها عن طريق ان انا بالايكويشنز بتاعتي اللي هي يو في على ان، فا اي 1 1 يعني يو 1 في 1 على ان، اي 1 2 هو يو 1 في 2 على ان، وهكذا بعملها كده لكل الايه؟ لكل الاوبزرفيشنز بتاعتي، بحسب قيمه الايه؟ بحسب قيمه الاكسبكتيشن فريكونسي. بعد ما جمعت او عرفت كل الاكسبكتيشنز بروح اجيب قيمه الايه؟ الاكس سكوير كالكوليشن. بجيبها ازاي؟ عن طريق ان انا ببدا اطرح كل observations minus expectations كل سكوير على الاي اي جي اللي انا جايبه، تمام؟ ناتج التجميع ده المفروض ان هو بيطلع لي مين؟ الاكس سكوير كالكوليتر. اوكي؟ طيب فتطلع عندي فاليو اللي هي 5.7. طيب دي كده الاكس سكوير كالكوليتر. الخطوة الثانية إن أنا أروح أجيبها من التيبل، أجيبها إزاي؟ هي الـ valued x square table بمعلومية الألفا والديجري أوف فريدوم، بروح أجيب من التيبل الألفا 10%، فبقول 1 ماينس ألفا و والديجري أوف فريدوم اللي هي R ماينس 1 و S ماينس 1 حاصل ضرب الاثنين مع بعض هيطلع لي القيمة، ومعلومية الاثنين اللي هي الديجري أوف فريدوم اللي أنت جبتها أهي ومعلوميه الواحد ماينس الفا، تمام، هيطلع لي ايه اللي هي دي؟ اروح اجيبها من التيبل هتطلع كام؟ 9.210 من الفا، تمام؟ ابدا اشوف دي كده مين؟ دي تيبل فاليو. اشوف لو انا اللي حطيتها كالكوليتد كانت اصغر من التيبل، في الحاله
انا هاكسبت الاتش 0، لو لا يبقى انا ايه هريجكت. فطبعا الكالكوليشنز هي طلعت كام؟ 5.7 ماينس الكالكوليتد التيبل اللي هي 9.21%. ففي الحاله دي قال لك ان انا مش هريجكت الاتش الاتش 0، فمعنى كده ان الاكس النال هايبوثيسيس يبقى النال هايبوثيسيس بتاعي او الكليم بتاعي بيقول ان الاكس اند الواي ار اندبندنت. المثال الاخير اللي معانا هو مثال رقم 5، نفس الفكره بتاعه ان انا عندي كاونت او عندي مجموعه من الاوبزرفيشنز وعايز احسب الايه الاكسبكتيشن بتاعهم وهكذا. ان انا عندي برضو مجموعه كده من التو، ده نوع من انواع عايزه يعني معايا دراج، تمام، نوع من الدراج معايا تو فاريبلز يعني، تمام، نوع جديد من الدراج وعايزه اشوف ومديني جروب، تمام. طيب المهم ان انا هنا دلوقتي عندي عدد معين اتربيوشن اتربيوتس وعايز اشوف، وهنا ده عدد كل واحد منهم، وعايز اشوف سكان بنسبه 10% قيمه الالفا، هل الدراج ده افكتيف ولا لا؟ تمام. طبعا بالعدد اللي انا حسبته ده هجيب قيم ال V1 وال V2 وال U1 وال U2، ومنها هحسب الاكسبكتيشن اللي هي ال U لكل واحده منهم، الاكسبكتيشن بتاع كل واحد منهم اللي هو U1 V1 على ال N او U1 V2 على ال N وهكذا، احسبها كل الاوبزرفيشنز اللي عندي. بعدها هنعمل ايه؟ نجيب الكريتيكال وهنجيب الكالكوليتد. هنجيب الكالكوليتد ازاي؟ عن طريق ان احنا هنطرح وهنجمع، هيطلع لي الفاليو اهي، تمام، وبمعلوميه التيبل ده بقى اللي هي بالفا 10% والديجري اوف فريدم ار ماينس 1 اس ماينس 1، هيطلع لي باني معينه بمعلوميه ده وده، بجيبها من التيبل اللي هي 2.7. لو كانت طبعا القيمه اللي انا حسبتها الكالكوليتد اصغر من اللي انا جبتها الكريتيكال ففي الحاله دي اكتب، طبعا دي اكبر بكتير، فعلشان الكالكوليشنز هي اكبر من اللي انا حسبتها من التيبل ففي الحاله دي انا هريجكت. كده خلصت المحاضره، ان شاء الله اشوفكم على غير اليوم الخميس باذن الله. السلام عليكم. Thank you.